البنك المركزي يوافق على إصدار بنوك شهادة أمان للفئات خارج المظلة الحكومية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. وزارة الإسكان تعلن الانتهاء من تنفيذ أكثر من 40,000 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة بنهاية يونيو 2020. واشنطن تعتزم إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا وتؤكد أنها لم تعد مؤهلة للمشاركة في برنامج التفضيلات التجارية للبلدان النامية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، موعد نشرتنا الاقتصادية المفصلة تأتيكم على شاشة النيل. وافق البنك المركزي على قيام كل من بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والزراعة المصري بإصدار شهادة أمان المصريين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير التغطية التأمينية للفئات خارج المظلة الحكومية. وذكر المركزي أن قيمة الطلبات تحت التنفيذ بالبنوك الأربعة وصلت إلى أكثر من 870 مليون جنيه لعدد 671 ألف عميل، وذلك حتى نهاية يناير 2019. وأوضح المركزي أن هذه الشهادة هي ثمرة جهود العديد من الجهات الحكومية والبنوك المصرية وشركة تأمين الحياة التي لاقت قبولا شعبيا بمزايا غير مسبوقة. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور شريف الخريبي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. يعني دكتور شريف، بعد التحية، ما هي أهم اشتراطات الحصول على هذه الشهادة وكيفية الاستفادة للمنتفعين من هذه الشهادة؟ هي أهم الاشتراطات زي ما حضرتك ذكرت في بداية الخبر، هو من لا يغطى بأي صورة من صور التأمين مع من خلال الحكومة، يعني إذا كان موظف حكومي أو موظف قطاع خاص ويتمتع بالتغطية التأمين فهذا الموضوع يغطيه تماما ولا يغطيه. أما من لا يتمتع فكله بيتمتع بهذا، ودي الحقيقة أنا بعتبرها يعني نقدر نقول كده يعني من أهم الأمور أو من أهم القرارات اللي خاصة بالتأمين المواطن المصري سواء عند الوصول لسن معين او يعني بعد الوفاة بالنسبة لترتيبات الحياتية لمن يخلفه او للحاجات الخاصة بوفاته. نعم. هذا الموضوع الحقيقة المفروض ان انا متوقع ان هيستفيد منه لن يقل عن حوالي 20 مليون مواطن، لأن من يتمتع بالتغطية التأمينية الشاملة اللي هي من خلال العمل في الجهات الحكومية أو في الجهات الخاصة الشركات الخاصة وخلافه، احنا بنتكلم على حوالي من 10-12 مليون، وبالتالي الباقي سيستفيد من هذا. تم تطبيق هذه الشهادة المتميزة على الفئات الأكثر يعني الأقل في الدخل بشكل كبير جدا. نعم. والآن تم تعميمها على الجميع. أنا بتمنى أن هذه التجربة الرائدة يتم النظر في إمكانية تعميم التأمين الصحي بنفس الطريقة. نعم. يعني نحن الآن بندعم الفئات اللي هي دخلها مش كبير بهذه الشهادة، الله لا يقدر اللي حصل له مشكلة صحية، لو خدمناه من العمل، لو أي حاجة. طيب احنا النهاردة التأمين الصحي لو أخذناه بنفس الطريقة، أنا بتصور إن طبعا الدولة قامت مشكورة بعمل مشروع التأمين الصحي وبدأت زي ما كلنا نعلم بمحافظة بورسعيد، لكن سيظل الموارد التي تغطي تكلفة التأمين الصحي هي من أهم المشاكل. وبالتالي إذا تم تعميم تجربة شهادة الأمان أن يتم يا إما أن يعني تتضاعف قيمتها وتكمل أو تغطي الأمور الصحية، يا إما أن يتعامل شهادة أخرى للتأمين الصحي على كافة المواطنين.
نعم، الدكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أشكرك على هذه المداخلة، كنت معنا على الهاتف. من ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي المصري عن توقيع عقوبات على 28 شركة صرافة خلال عام 2018، وذلك بسبب المخالفات التي ارتكبتها تلك الشركات للقواعد الرقابية المعمول بها في الجهاز المصرفي. وذكر المركزي أن تلك العقوبات تأتي في إطار الدور الرقابي للبنك وجهوده للحفاظ على سلامة وكفاءة النظام المصرفي من خلال المتابعة المستمرة لأداء شركات الصرافة على مستوى الجمهورية. ونتحول إلى مؤشرات البورصة المصرية التي تبين أداؤها قبيل ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب قابلتها عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين والعرب. وهبط رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالبورصة بنحو 800 مليون جنيه ليصل عند مستوى 821.3 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 663.7 مليون جنيه خلال التعاملات. وتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم المقادة بالبورصة EGX 30 بنسبة 44%، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة هامشية تعادل 6%. ومشاهدينا، المزيد من المتابعة والتحليل تنضم إلينا الأستاذة حنان رمسيس خبير أسواق المال. يعني أستاذة حنان، بعد التحية، ما زال أداء المتباين وربما المائل إلى الهبوط أحيانا يخيم على مؤشرات البورصة، كيف تقيمين الأداء اليوم وتوقعاتك للغد إن شاء الله؟ مساء الخير يا استاذ سليمان. هو زي ما حضرتك ذكرت كان في خلال الجلسه تباين، ولكن اغلب المؤشرات قفلت في المنطقه الحمراء، وده بسبب مبيعات من قبل المؤسسات الماليه المحليه وتبعتها جزء من المبيعات من المؤسسات الماليه الاجنبيه. هي المؤسسات المحليه العربيه هي اللي مالت الى الشراء والافراد. كان في انخفاض في سهم التجاري الدولي باكثر من 2%، هو قرابه 69.25 جنيه، وده بيرجع الى ان بعض المؤسسات شايفه ان هي بتبيع في اسهم عندها يعتبر اسهم يعني معروف ادائها المالي للدخول في طروحات الحكوميه الجديده وتوفير سيوله لهذه الطروحات. كان النهارده كان في طرح العام للشرائح الدخان اتغطى 1.4 مره، طبعا السعر 17 جنيه في الطرح العام. هو السعر كان وصل خلال الجلسه الى 17.60، ثم عوض الانخفاض الى 17.28 بضغوط بيعيه لجني الارباح. من الواضح ان المؤشر الرئيسي ماشي في قناه سعريه، نقطه المقاومه بالنسبه لها 15.200 والدعم بتاعها 14.700. احنا قريب الدعم المهم دوت ممكن يعود الارتفاع مره اخرى، ولكن الملاحظ ان احجام وقيمه التداول ابتدت ان هي تبقى اقل من المليار، وده بيرجع الى نوع من التحوط من قبل المتعاملين لاحتفاظ بالسيوله الدخول في الاصلاحات الحكوميه الجديده. اللي احنا كنا بيتكلم السيد وزير قطاع الاعمال العام ان قبل منتصف العام هيكون يضخ ثلاث شركات الى جانب شركه الشرقيه للدخان للسير قدما في برنامج الطروحات الحكوميه المنشور. نعم، استاذه حنان بصيص خبير اسواق المال، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه المداخله، كنت معنا على الهاتف. قال وزير الإسكان عاصم الجزار إن وزارته تستهدف الانتهاء من تنفيذ أكثر من 40,000 وحدة سكنية وعدد من مشروعات المرافق والخدمات بالعاصمة الإدارية الجديدة بنهاية شهر يونيو 2020. وأضاف الجزار أن المشروعات التي من المقرر الانتهاء من تنفيذها منتصف عام 2020 تضم أكثر من 23,000 وحدة سكنية، وأكد الانتهاء من تنفيذ نحو 15,000 وحدة و230 فيلا بالحي الخامس جاردن سيتي الجديدة، والذي تبلغ مساحته حوالي 1000 فدان. وأوضح الوزير أنه من المقرر أيضا الانتهاء من تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة كابيتال بارك. شهد وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصلحي ومحافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان توقيع عقد لإنشاء أول منطقة لوجستية في الصعيد بمحافظة قنا تحت شعار معا لتطوير صعيد مصر. وأوضح المصلحي أن المنطقة تصل مساحتها إلى 65,000 متر مربع بنظام حق الانتفاع وباستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه، وتوفر 10,000 فرصة عمل مباشرة و 5,000 فرصة عمل غير مباشرة لشباب المحافظة.
شهد الفريق عبد المنعم الطراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الصينية للتصنيع المشترك للمحولات الكهربائية ومحطات الشحن الكهربائي، وذلك بهدف توطين هذه الصناعة لدعم مشروعات التنمية الشاملة. وأعرب الطراس عن اهتمام الهيئة بتوسيع أفاق الشراكات والتعاون الدولي مع الخبرات العالمية، مضيفا أن التعاون مع الشركة الصينية يتضمن نقل الخبرة الفنية وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية. وعلى جانب آخر، أكد الفريق عبد المنعم الطراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية، وذلك في ظل استراتيجية الدولة للانفتاح على إفريقيا. جاء ذلك خلال زيارة كريستوفر مابينجا سفير دولة زيمبابوي إلى الهيئة العربية للتصنيع لبحث سبل التعاون المشترك بين الدولتين في مجالات التصنيع. في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، استقبل الفريق عبد المنعم الطراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع السفير كريستوفر مابينجا سفير دولة زيمبابوي بالقاهرة، وذلك بمقر الهيئة العربية للتصنيع. نشهد خلال الفترة دي زخم في مجال التعاون الأفريقي المصري، وفي إقبال كبير من الدول الأفريقية على التعرف على الإمكانيات اللي موجودة في الهيئة العربية للتصنيع، رغبة في الاستفادة منها ورغبة في المشاركة مع الهيئة العربية للتصنيع، وإحنا بنجد منهم حنين وذكرى طيبة موجودة في كل الدول الأفريقية تجاه مصر، وبيرغبوا بشدة في عودة مصر ويرغبوا بشدة في التعاون مع مصر. خلال الزيارة أبدى سفير دولة زيمبابوي اهتمامه وإعجابه الشديد بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع من الأنظمة الدفاعية والمدنية ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة. سعيد جدا بزيارتي للهيئة العربية للتصنيع وجودة المنتجات الموجودة هنا، وسبب الزيارة هو فتح مجالات التعاون مع الهيئة للتصنيع وفتح منتجات لها بزيمبابوي. التعاون والتدريب وتبادل الخبرات مع جميع الأشقاء الأفارقة هدف تسعى إليه الهيئة العربية للتصنيع لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل لتحقيق آمال وطموحات الشعوب الإفريقية. تعزيز وتوسيع آفاق جديدة للتعاون المشترك بين مصر وعدد من الدول الصديقة مثل زيمبابوي، خاصة في مجال التصنيع وتبادل الخبرات والتدريب، تأكيد على دور مصر المحوري في المنطقة العربية والإفريقية، ولا سيما بعد أن تولت مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي. من مقر الهيئة العربية للتصنيع، عبد الحميد صقر، النيل. أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برنامجا لدعم المرأة بمصر في مجال الطاقة الخضراء، وذلك عبر تعزيز فرص التوظيف وريادة الأعمال للنساء في مجال الطاقة الخضراء. وأشار البنك الأوروبي إلى أن برنامج دعم الطاقة المتجددة وتعزيز المساواة بين الرجال والنساء في مصر يعد أحد جوانب مبادرة التعاون الفني المشتركة التي تبلغ تكلفتها 7 ملايين دولار، ويهدف إلى تعزيز الطاقة المتجددة لتحقيق الهدف المتمثل في توليد الطاقة المتجددة بنسبة 20% بحلول عام 2022 و 42% بحلول عام 2035. أعلنت المغرب أن العجز التجاري في البلاد ارتفع بنسبة 8.6% إلى 15.7 مليار درهم في يناير الماضي مقارنة مع مستواه قبل عام، وارتفعت الواردات بنسبة 7% إلى 39.5 مليار درهم، بينما بلغ حجم الصادرات نحو 23.8 مليار درهم بزيادة 5.9%. ووفقا لبيانات البنك المركزي المغربي، فإن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي خفضت 3% على أساس سنوي لتكفي لتغطية الواردات لمدة 5 أشهر. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنهاء حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي جنوب البلاد، وذلك عقب طرد أفراد ميليشيا مسلحة منه. وتم اكتشاف حقل الشرارة النفطي في عام 1980، ويعتبر الأكبر من نوعه في ليبيا، إذ تبلغ الاحتياطيات المؤكدة فيه 3 مليارات برميل، في حين تبلغ قوة إنتاجه اليومية 280 ألف برميل. لكن هذا الرقم تعرض إلى الانهيار وصولا إلى مستوى الصفر مع غرق البلاد في الفوضى في عام 2011.
أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا، والتي بموجبها تسمح بإعفاء بعض الصادرات التي تدخل الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية. أضاف مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن تركيا لم تعد مؤهلة للمشاركة في برنامج النظام العام للتفضيلات التجارية للبلدان النامية. كانت تركيا قد فرضت في شهر أغسطس الماضي تعريفات جمركية انتقامية على البضائع الأمريكية ردا على فرض رسوم جمركية أمريكية على الصلب والألومنيوم. وصلنا إلى ختام نشاطنا الاقتصادية المفصلة، بقيت تذكرة بأبرز ما جاء فيها. البنك المركزي يوافق على إصدار البنوك شهادة أمان للفئات خارج المظلة الحكومية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. وزارة الإسكان تعلن الانتهاء من تنفيذ أكثر من 40,000 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة بنهاية يونيو 2020. واشنطن تعتزم إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا، وتؤكد أنها لم تعد مؤهلة للمشاركة في برنامج التفضيلات التجارية للبلدان النامية. تابعوا نشرتنا، دمتم في أمان الله.